استيقظ سكان كاستليتو الدوربا شمال غرب إيطاليا على الخراب والدمار، وذلك بسبب الفيضانات المفاجئة التي شهدتها المنطقة. الأمطار الغزيرة تسببت بارتفاع منسوب مياه نهر ريو ألبارا، مما أغرق المدينة الصغيرة. أجبرت الفيضانات عمدة المدينة على إجلاء حوالي 50 شخصا بعد أن تضررت المنازل والطرقات بسبب الأمطار وتراكم الأوحال. وفي مدينة بيمون شمال إيطاليا، تسبب الطقس السيء بوفاة شخص بعد أن جرفت الفيضانات سيارته. السلطات بدأت بإزالة الأوحال وتهيئة الطرقات.